رجعنا لحضراتكم واحنا ما زلنا مع انوار المعراج، الانوار اللي احنا ما بنقدرش نسيبها. وعشان كده احنا لازم اللبنات اللي احنا قلناها، اللبنات السبعه دي، كان لازم يبقى بينها كده حاجه تمسك هذه اللبنات. فما رايناش حاجه تمسك اللبنات دي غير الجمال. وما فيش اجمل من ان احنا نسمع ذكر الله سبحانه وتعالى بالنغم المبارك. النهارده معايا الأستاذ محمد ياسين المرعشلي، وهو بيشرفنا، ومعاه السادة الأخوة المرعشلي. إزاي حضرتك يا أستاذ محمد ياسين؟ أستاذ محمد، السلام عليكم يا سيدي، كيف حالكم يا مولانا؟ إيه الأخبار؟ إيه أخبار الأنوار والليالي المباركة والأيام المباركة، أيام النور والبركة دي؟ انت سمعني يا سيد محمد؟ الله يباركنا بكم يا سيدي، كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله، ينعاد علينا وعليكم بألف صحة وسلامة. نعم يا سيدي، سامعك يا سيدي. سيدي احنا ممكن نسمع ايه من جميل ذكر هذه الذكرى؟ في عنا نشيد نحن نقوله من زمان طبعا، ونحن ربينا عليه، اللي هو خاطبت ربك لما سريت، مزرام قربك منه دنيت. فسيدي حابين سمعكم اياه ان شاء الله. جميل يا سيدي، يلا توكلنا على الله. يلا بسم الله. خاطبت ربك لما سريت، خاطبت ربك لما سريت، مذ رام قربك منه دنيت. خاطبت ربك لما سريت يا محمد، خاطبت ربك لما سريت، مذ رام قربك منه دنيت. ليلا من البيت الحرام للأقصى يا خير الأنام، ليلا من البيت الحرام للأقصى يا خير الأنام، هان البراق وقت الظلام، على البراق وقت الظلام، كالبدر يسري في الدجى سريت. خاطبت ربك لما سريت، خاطبت ربك لما سريت، مذ رام قربك منه دنيت. في القدس يا من حاز فخرا صليت بالأملاك جارا، في القدس يا من حاز فخرا صليت بالأملاك جارا، والأنبياء والرسل قرا، والأنبياء فقد حويت. خاطبت ربك لما سريت، خاطبت ربك لما سريت، مذ رام قربك منه دنيت. ما زلت للمعراج ترقى في السماوات والبشرى تلقى، ما زلت للمعراج ترقى في السماوات
حتى شاهدت البارحة حقا، حتى شاهدت البارحة حقا، ونلت منه ما تمنيت، خطبت ربك لما سريت يا محمد، خطبت ربك لما مدرم قربك منه دني، صلى عليك الله ربي تعدد ما قطر في السحب، صلى عليك الله ربي تعدد ما قطر في السحب، والآلي جمعا ثم الصحابي والتابعين وآل البيت، خطبت ربك لما سريت، خطبت ربك لما سريت، مدرم قربك مدرم الجمال ده كله يا سيد محمد، الجمال ده كله جمال يحسس الواحد ان هو بيصعد مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجمال. واذا صعدنا مش هينفع ننزل بقى، نكمل كمان حاجة لطيفة يا سيد محمد. اللهم فرج عن الاقصى يا سيدي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يلا يلا يا سيدي، يلا سيدنا. سريت من حرم ليلا إلى حرم، سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين، من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، سريت يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي، سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، يا حبيبي يا رسول الله، يا أبا الزهراء قمر إذا كشف اللثام رأيته، قمر والله قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير، أبهى من البدر المنير، وأحسن والله 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 ما
أسبى العقول وأفتانا. والله ما أسبى العقول وأفتانا إلا جمال محمد لما دنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. هذا الذي جاء الأمين وقال له هذا الذي جاء الأمين وقال له قم يا حبيبي يا محمد سر بنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. هذا الذي كتب الجليل على صحيفة خده. هذا الذي كتب الجليل على صحيفة خده. هذا الذي كتب الجليل على صحيفة خده. ما في الملاح الكون مثل حبيبنا. يا سيدي يا سيدي يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ركب الحبيب ركب الحبيب على البراق كأنه شمس النهار. ركب الحبيب على البراق كأنه ركب الحبيب الحبيب الحبيب. ركب الحبيب على البراق كأنه شمس النهار. شمس النهار ونوره من ربنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. وسر الأمين آخذا بركابه. وسر الأمين آخذا بركابه. وسر الأمين وسر جبريل آخذا بركابه. ومحمد بالحمد يدعو بالثنى. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم. فإذا به في حضرة صمدية. الله فإذا الله به الله في حضرة صمدية سمع النداء. فإذا به في حضرة صمدية سمع النداء. سمع النداء. يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. لما دانا من حضرات صمديات. لما دانا من حضرات صمديات نودي له يا مرحبا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. دس البصا
عرفة دوس البساط دوس البساط ولا تخف يا مصطفى نحن لأجلك قد رفعنا حجبات يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ايه ده الجمال ده كله يا سيدي انا احنا كده خلاص انتعشنا وخلاص وكاننا بنستقبل انوار تسلم يا سيدي تسلم انوار مولانا سبحانه وتعالى ربنا يديم عليكم الفضل والنعمه وصحيح صلى الله ما لا تصل الى ما لا تصل المعاني الى القلوب الا بالانغام الحسان ربنا يجعلكم دائما دلين على الله ويجعلكم دائما في صحبه حضره النبي ودائما بنقول كده للمدحين يعني وكأني شرفكم بأن أنتم بتدخلوا مع زفة حضرة النبي إلى الجنة فربنا يطول أعناقكم وربنا يزيدكم بركة ونور وسلامي لحضرتك وسلامي للسيد صفوان وسلامي للسيد محمد إن شاء الله دايما تكونوا في الخير وكل سنة وأنتم طيبين أسعدتمونا وجعلتم قلوبنا تعفو إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نصلي على حضرة النبي نقول اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم يا رب انت سئتنا بحضرة النبي جميل الصفات وجميل المعاني وجعلنا دايما يا مولانا في حسن معيتك يا رب العالمين شكرا للسيد محمد ياسين والسيد صفوان والسيد محمد شكرا لحضراتكم على جمالكم ونوركم